مرحبا، يعطيكم العافية، سلام للجميع. أهلا وسهلا فيكم في قناتي مرة ثانية. اليوم بدنا نحكي عن شغلات جديدة، شغلات غريبة. اللي ما متابع هاي القناة يعمل سبسكرايب هون أو هون، يقرأ جرس التنبيهات، وطبعا يعمل شير ولايك وكل الشغلات اللي بتحبوها إذا عجبتكم هذه القناة. إذا ما حضرتوا الفيديوهات اللي راحت والفيديوهات الجاي تابعوني، أكيد لازم تحضروها. وفي شغلة مهمة كتير 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 عم بحكيها، إنه في أكثر من 70% من متابعين هاي القناة مش مشتركين في القناة وبتابعوا القناة، فاشتركوا عشان تدعموني. ويلا نبدأ. جاني سؤال مهم جدا جدا جدا، كيف أحمي نفسي من أي فيروس وخاصة الكوفيد 19 وأنا في المطار أو رايح الطيارة؟ طبعا النصيحة الكبرى في الوقت الحالي اللي هو تخفف من الطيران إلا إذا أنت في حاجة لذلك. فإذا أنت بتستطيع أنك تغير تاريخ سفرك أو تلغي السفر أو تأجله، فبكون أفضل في الوقت الحالي، لأن الوقت الحالي لسه مش آمن، وخاصة إذا أنت مسافر خلال مدن مش عارف وين، مثلا أوروبا، آسيا، جنوب شرق آسيا، الأماكن قريبة من بؤرة الفيروس. تحاول، هذا الأول شغلة، تحاول أنك تخفف من السفر. لكن إذا لازم تسافر، النقاط اللي راح نحكيها كلها راح تفيدك إن شاء الله. النقطة الثانية، لبس كمامة. نعم، كثير من الناس بقول لك الكمامة ما بتحميك من الفيروس، وهذا صحيح، الكمامة لن تحميك من الفيروس، لكن ستحميك من لمسك لوجهك بيدين متسختين. هذا أقل شيء ممكن تسويه، وراح تخليك تبعد عن الناس، راح دائما تذكرك انك لازم تكون اوير من اللي حواليك. فالكمامة هنا ليست للحماية من الفيروس، ولكن لحمايتك من نفسك. الشيء الثالث، لا تلمس الأشياء، يعني ما تمشي في المطار تلمس مثلا الإيد اللي في الدرج، ما تحاول تلمس أشياء كثيرة في المطار. قد ما تستطيع بشكل عام في كل حياتك مش بس في المطار، لا تلمس الأشياء خارج المنزل، لأنه هاي الأشياء تكون معرضة جدا لوجود الفيروس عليها. الشغلة الرابعة، انظر إلى من حواليك في المقعد. أنت لما تكون جالس، المقاعد الأمامك، المقاعد الخلفك، المقاعد اللي جنبك، والمقعد اللي جنبك من هون، هذول أكثر ناس اللي هو في محيط حوالي متر منك عرضة أنهم يصيبوك بالفيروس إذا واحد مصاب منهم. إذا شفت أي واحد أو شكيت فيه أنه عنده كحة، أعراض حرارة، بيستفرغ، وجهه غريب هيك، عنده ضيق في التنفس، بلغ المضيف أو المضيفة عشان يتخذوا الإجراءات المناسبة. النقطة اللي بعدها، نظف كل شيء قبل ما تجلس على كرسيك. أنا بنصحك أنك تأخذ معك هاند سانيتايزرز أو الوايبز، هدول تفتح واحدة وبتبدأ تنظف. أول شغلة بتنظفها اللي هي الحزام تبع الأمان، لأنك أنت بتمسكه في إيدك. الشغلة الثانية، الطاولة اللي أمامك، هاي أوسخ شيء في الطيارة، أنا عملت عنها فيديو مرة، لازم تنظفها بشكل عام أول ما تركب الطيارة. الشغلة الثالثة، الإيدين اللي على جنبك لازم تنظفهم، دائما تحط إيديك عليهم. إذا قاعد جنب الشباك، نظف حوالين الشباك والماسك الفتح والإغلاق. والشغلة اللي الناس بتنساها، التاتش سكرين اللي موجود أمامك لازم تنظفها، نظفها كويس بالوايبز أو بالسانيتايزرز بالمعقم. الآن شغلة مهمة عشان تحمي نفسك، المخارج الهواء اللي فوق رأسك اغلقهم، ما تخليهم يضربوا. المشكلة في الطائرة السيركوليشن تبع الهواء داخلي، فعادة إذا في فيروس بيصير يعملوا له سيركوليشن، وهذه مدخل للهواء، فممكن تنقل لك الفيروسات بكل سهولة. قد لا تحميك 100%، لكن ستخفف، اغلقها نهائيا. وآخر شيئين وأهم شيئين بنحكيهم دائما، لا تلمس وجهك بدون أيادي نظيفة، لا تلمس وجهك بدون أيادي نظيفة، لا تلمس وجهك، عيونك ومنخارك وتمك، هدول مصدر بؤرة. فإذا مسكت هذا راح تدخل دايركت الفيروسات. والشغلة الأخيرة، دائما دائما غسل إيديك بالماء والصابون لمدة لا تقل 20 دقيقة، 20 ثانية،
كل حوالي 20 لنص ساعة، 20 دقيقة لنصف ساعة وانت في الطيارة، يعني منها بتروح بتتسلى، بتروح بتمشي، بتغير جو شوية، وبتغسل ايديك كل 20 دقيقة، كل نص ساعة في الطيارة حاول انك تتحرك، تقوم تغسل ايديك بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية. ان شاء الله تروحوا وترجعوا بالسلامة، ونراكم في حلقة اخرى وانتو راجعين سالمين غانمين، وديروا بالكم. سلام. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل